بأكاليل الورد والغار وحفنات الأرز وعلى وقع موسيقى لحني الشهيد ووداعه شيعت من مشفى حمص العسكري إلى مثاوهم الأخيرة في مدنهم وقراهم جثامين كوكبة من شهداء الجيش وحفظ النظام استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في حمص وحماة. وأجرت للشهداء مراسم تشييع رسمية حيث حملت جثامينهم الطاهرة ملفوفة بعلم الوطن على أكتاف رفاق السلاح في حين عزفت موسيقى الجيش لحني الشهيد ووداعه. وأكد ذو الشهداء أن السوريين جميعا ماضون على هدى الشهادة وطريقها الذي شقه أبناء سوريا بتضحياتهم لإسقاط المؤامرة. كل التحية والإجلال لشهدائنا الأبرار ولقواتنا المسلحة الباسلة حماة الوطن، هؤلاء الطاهرين الشرفاء الذين يدافعون عنا ويسهرون على حمايتنا، فلهم منا كل التحية وكل المحبة. صح، بعتوا مسلحين لعنا يحطوا حجر أساس عنا لمشروع، لكن هذه الحجرة ستنكسر على رؤوسهم جميع. سنكسر هذه الحجر الذي أرسلوها إلينا. والله يرحم جميع الشهداء، والله ينصر جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله يرحم جميع الشهداء. كما شيعت جماهير غفيرة جثامين 4 شهداء من الجيش في طرطوس والسويداء، وأكد المشيعون على الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي للتصدي للمؤامرة التي تستهدف الوطن. بالغار والبخور والأرز وأكاليل الورد شيعت طرطوس نسور سوريا البواسل بمواكب تحولت لأعراس وطنية، حيث عانقت الهتافات بحياة الوطن عنان السماء. قرية الإحداديات شيعت جثمان الشهيد العقيد الركن المظلي الطيار نزار إسبر بموكب مهيب وسط مشاركة شعبية حاشدة. الشهيد العقيد نزار إسبر أنا بقدم شهيد له البلد، راه شهيد. الحمد لله خي شهيد، إن شاء الله بيكون فدا عن كل هالشباب، إن شاء الله بيكون آخر شهيد. يا رب تحمي هالوطن. راحوا فخر لهالوطن، عنده 3 أولاد صبيان وبنت، وأنا مستعدة نكون الأربعة في دار الدولة. كما شيعت قرية بمنة في دوير رسلان جثمان الشهيد الطيار البطل الملازم أول وليام صالح الذي استهدفته المجموعات الإرهابية في كمين على طريق تدمر حمص. وفي السويداء ومحمولين على أكتاف رفاق السلاح مكللين بالغار وملفوفين بعلم الوطن وفي مواكب مهيبة وبمشاركة شعبية كبيرة وعلى وقع لحني الشهيد ووداعه شيع جثمانا الشهيدين الملازم رمزي أبو فخر من قرية ريمة اللحف والملازم خلدون ناصر دعيبس غانم من قرية مفعلة لينضما إلى قافلة الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية الطاهرة تراب هذا الوطن الغالي في سبيل عزته وكرامته بعد أن استهدفتهما المجموعات الإرهابية بمحافظة إدلب أثناء تأديتهما للواجب الوطني. أنا أخو الشهيد، شهيد الواجب مثل ما تفضلت، شهيد الكرامي، نحن كل عمنا رافعين رأسنا فيه ورح يظل رافع رأسنا على طول للأبد يعني، وخلدون نذر حياته للوطن وكان قد النذر ووفى وكلنا قرابين تضحية، بس ظل راية الوطن شامخة. وفي حماه وبعرس وطني مهيب تم تشييع جثمان الشهيد البطل المجند جاك رستم أسعد إلى مثواه الأخير في بلدة تين السبيل بمصياف، والذي استشهد في حرستا برصاص مجموعة إرهابية. أبطال سوريا الذين يذودون عن تراب وطنهم واستقلاله يقدمون أرواحهم فداء للوطن لتبقى سوريا وطنا حرا كريما تحت الشمس، وليبقى السوريون عنوانا للصمود والكبرياء. الجريمة الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد نخبة من نسور سوريا الأبطال لا تزال تستدعي ردود فعل شعبية غاضبة. وفي حمص عبر المواطنون عن تنديدهم الشديد بالعصابات الإرهابية المجرمة التي تستهدف خيرة أبناء سوريا. من منا في هذا الوطن لم يبكي ألما على كل قطرة دماء سالت على يد من لعب دورا في تخريب هذا الوطن؟ من منا لم يدمع حزنا على حادثة اغتيال الطيارين التي وقعت على طريق حمص تدمر والتي كانت عنوانا يوضع على صفحات إجرامهم؟
عنوان يترجم مخططات لا تزال تحاك على هذا الوطن. جريمة يعني نحن كلنا كشعب سوري كلنا بندينا أكيد، لأنه الناس المستهدفين لا لهم علاقة بأي شيء سياسي ولا بأي شيء بالبلد إلا الدفاع عن الوطن. جريمة نكرة تخدم الأعداء الأمة، يعني هذه جريمة حتى في التاريخ في حياتها ما صارت، يعني أنه هذول شو يعني عم يقتلوا شعبهم؟ معقول؟ هذه مؤامرة كبيرة، أنه هاي أكيد فعل إسرائيل وأمريكا. يعني هذه جريمة لا يغتفر لها، ويجب محاسبة كافة من قام بهذه الجريمة ومن يدعم هذه الجريمة. أكيد الهدف تخريب البلد، المستفيد الوحيد إسرائيل، إسرائيل وأتباعهم، بالأخص هاي الجامعة العربية. حمص بأهلها استنكروا هذه الحادثة مؤكدين بأنها تنفيذ لأجندات موضوعة الغاية منها كسر شوكة السوريين. عن جد عن جد عن جد عن جد حرام حرام، جد ما بيقبل لا دين ولا شريعة ولا إنسان في ذرة ضمير أو أخلاق. طبعا هذا شيء مو جديد عنهم، وهي استمرار للمؤامرة اللي كانوا عم يواجهونا فيها، ونحن بنقول لهم نحن أقوى منهم ورح نستمر نواجههم بكل ما أوتينا من قوة، ضباط سواء كنا ضباط أو سواء كنا مدنيين أو طلاب جامعة. أكبر خسارة لكل بيت، لكل للدولة. هي جريمة كبيرة كبيرة مو شوي يعني. أول شيء بنترحم عليهم وبنقول لهم الله يرحمهم، وهون خسارة كبيرة لهالبلد، لأنه أثناء إذا لا سمح الله سوريا تعرضت لمؤامرة أو هجمة عسكرية هن رح يحملوا البلد، والله يرحمهم يا رب، وخسارة ما رح تعوض أكيد بسهولة. هدول الجامعة العربية هي بؤرة الفساد، وبنتمنى من الجامعة العربية إنه سوريا تنسحب للجامعة العربية وتعمل جامعة ممانعة قوية ضد الاستماع. كما في كل درب وشارع سوري يبقى نبض أبناء الوطن يصرخ عاليا رافضا كل قرارات تصدر من أروقة تنفذ إملاءات أمريكية صهيونية.